السلام عليكم. هلا رح ناقش بشكل سريع البرنامج الخاص باستيميشن للأكسجين المنحل الديسولفد أكسجين بالماء. بشكل رئيسي تم استخدام هون 3 طرق للاستيميشن. الطريقة الأولى هي المالتي لينير ريجريشن، الطريقة الثانية هي الأدابتيف نيورال بيست فازي انفيرنس سيستم، والطريقة الثالثة هي الارتفيشال نيورال نيتوركس. هلا التارجت عندنا هو مثل ما هو مذكور estimation of the dissolved oxygen، والبارامترات المساعدة أو خلينا نقول الفيتشرز أو الـ input parameters عندنا هون عندنا الكالسيوم والحموضة والناقلية الكهربائية، درجة الحرارة، النيتروجين إلى آخره. هي عندنا مجموعة من الخصائص موجودة ضمن الداتا سيت عم يتم استخدامها. هلا بشكل رئيسي هون بالطريقة الأولى تم استخدام الـ MLR مالتي لينير ريجريشن، النتائج تم الحصول عليها. هون عندهم التريننج داتا بيز والتستنج داتا بيز. بالتستنج داتا سيت عندهم تقريبا 200 عينه، وبالتريننج داتا سيت بالتريننج داتا سيت عندهم حوالي 200 عينه، وبالتستنج داتا سيت عندهم حوالي 40 عينه. وهي النتائج تم الحصول عليها. هلا بالمقارنه مع النتائج تم الحصول عليها للداتا سيت اللي تم مشاركتها معنا، هلا بنلاحظ هون اول شيء عندنا 50 او 51 عينه او 50 عينه، عم ببلش من الاثنين، وبالتالي نحن هاي ال 50 عينه رح نقول عنها 40 تريننج و10 تيستينج عم يتم تقسيمها. هلا لو بدنا نشوف النتائج تم الحصول عليها من خلال هذا التطبيق المالتي لينير ريجريشن، بنلاحظ هذا الكود الرئيسي هلا هون عندنا الكود الرئيسي الاول هو استيراد البيانات، والكود الثاني العرض الرسومي للداتا، والكود الثالث اللي هو المالتي لينير ريجريشن اللي عم يتم من خلاله القيام بعملية المالتي لينير ريجريشن. هلا بمجرد تشغيل هذا الكود راح يتم استيراد الداتا، عرض البيانات، النتائج رسوميا. بنلاحظ هاي النتائج مشابهة بشكل كبير للنتائج الموجودة ضمن البيبر. هي المحاميات الداتا نمبر او الاوبزرفيشن مع الريسبونس اللي هو التارجت، بالاضافه للعلاقه ما بين البريدكشن والاكتشوال. تقريبا نفس العلاقه ظهرت عنا بالداتا سيت اللي تم مشاركتها معنا. هلا بالطريقه الثانيه هون طارحين الانفس على ما اظن، اوكي، بالطريقه الثانيه كمان طارحين الانفس، وبنفس الطريقه مستخدمين تريننج داتا سيت وتستنج داتا سيت. هلا بالنسبه للتريننج داتا سيت والتستنج داتا سيت هون رح نرجع نفس المفهوم، الداتا سيت المشاركه معنا عم يتم تقسيمها واستخدامها. تمام. هلا هون رح البدايه اوكي. هلا هون عندنا الانفس، عندنا مشكلة بسيطة هون، هي مشكلة حسابية. الأنفس بيتعامل بأحد الطرق مع سنجل إنبوت سنجل أوتبوت، أو مالتي إنبوت مالتي أوتبوت، أو مالتي إنبوت سنجل أوتبوت. هلا الحالة عندنا هي حالة سنجل إنبوت، الحالة عندنا هي عفوا هي مالتي إنبوت سنجل أوتبوت. هلا بهالحالة لو بدنا نشغل الكود هذا وناخذ بعين الاعتبار كامل الداتا، هذا الشيء راح يظهر لنا، راح يعطينا يظهر خطا بتابع الفيس اللي هو خاص بالفازي سيستم. هلا مشان هيك هون انا عم اعتبر سنجل انبوت سنجل اوتبوت، عم اخذ العمود السابع اللي هو على ما اظن نسبة الكالسيوم، عم باخده بعين الاعتبار كانبوت، وبضل عندنا الاوتبوت اللي هو التارجت اللي هو نسبة الاكسجين المنحل. وهذا الشيء ذكرته تم اخذه بعين الاعتبار هون. فلو شغلنا هذا الكود انتظرنا شوي.
بنلاحظ هاي النتائج اللي تم الحصول عليها. هاي التريننج داتا النقط باللون الأحمر، والأنفيس أوتبوت هي النقط اللي باللون الأزرق. وهاي هون المينيمال تريننج روتين سكوير ايرور. هلا هون عم نتعامل مع سنجل انبوت سنجل اوتبوت. هلا بهذا الكود لو بدنا نعمله مالتي انبوت سنجل اوتبوت رح يعطيه خطا، مشان هيك تم استخدام هذا الكود كبديل عنه للقيام بهي العمليه. هلا المشكله الرئيسيه بهذا الكود انه تشغيله بياخذ وقت. هلا رح اعطي رح شغل نفس الكود على مختلفه اللي هي الداتا سيت الانجن داتا سيت. نلاحظ لو شغلنا هذا الكود رح يسألني مجموعة أسئلة على بارامتر على مجموعة بارامترات لازم يتم إدخالها. رح أترك القيم كلها على الديفولت فاليوز. هلا رح ننتظر شوي، رح يمكن ياخذ أقل من دقيقة. هلا حاليا عندنا نلاحظ الداتا سيت اللي تم إدخالها. تمام أوكي. هلا النتائج اللي بتطلع هي هي النتائج بالدرجة الأولى. بنلاحظ تقريبا النتائج جيدة وما في مشكلة. هلا الداتا اللي تم استخدامها بهالحالة هي هاي الداتا. بنلاحظ هون عندنا مالتي انبوت مالتي اوتبوت. هلا التارجت عندنا نحن هو سطر واحد اللي هو بس الدي او، فنحن هي كلها هذا العمود ما بيهمنا، يعني نحن ناخذها بعين الاعتبار هذا العمود. السطر الثاني كليا كانه ما له موجود. والانبوت هلا هون اخذين بعين الاعتبار تو انبوتس، بس نحن عندنا سته انبوت، وبالتالي سته او سبعه انبوت عفوا، عندنا راح يكون سبعه. تمام. وبالتالي راح يكون عندنا شكل المصفوفه الانبوت هي سبعه ضرب عدد العينات اللي عندنا اللي هي على ما اظن 51 او 52، والتارجت هو الدي او اللي هو سطر واحد وكذلك 51 او 52 عمود. هلا هذا الشيء عم يصير من خلال هذا التابع. لو رحنا على هذا التابع من خلال هذا التابع لو رحنا على هذا التابع وشغلنا الكود راح نلاحظ عندنا الانبوت هون هو عباره عن هاي الداتا. اوكي تمام. هذا عندي الانبوت اللي هو عندي سبع انبوت، سبع انبوت بارامترز، والتارجت عندنا هو هذا التارجت. هلا بمتابعه تشغيل هذا الكود اذا عملنا له كونتينيو راح ياخذ شويه وقت، راح يسالني عن مجموعه بارامترات للانفيس لازم ياخذها. فهون اعطيته الديفولت فاليوز وراح ننتظر. ممكن ياخذ وقت. هلا اتوقع بما انه هذا الكود ياخذ ممكن ياخذ حسب الحاسب المستخدم، بس ممكن ياخذ 12 ساعة 13 ساعة حسب الحاسب المستخدم، بس بسبب هو ما انتهى بسبب تعقيد العمليات الحسابية. بس مثل ما ذكرت انه باستخدام داتا سيت مختلفة اقل عدد العينات فيها والداتا الانبوت بارامترز او الانبوت فاليوز كانت اقل، كان عندنا اثنين انبوت لتدريب الداتا، فتم تشغيل الداتا سيت بشكل سريع. هلا الطريقه الثالثه عندنا هي الارتفيشال نيورال نتورك. هلا الارتفيشال نيورال نتورك كمان تم تطبيقها من خلال هذا التابع. بنلاحظ لو قمنا بتشغيل هذا التابع راح يتم توليد هذا الرسم الناتج، هي الشبكة اللي تم إنشاءها. عندنا 7 inputs، هذا الشكل مبين بالبيبر بالصفحة رقم 3. تمام. هي البارامترات هي هي الشبكة، وعندنا الهيدن لاير فيها 10 نيورونز، بعدين عندنا النتيجة هي التارجت اللي هي الدي او. يعني هذا الشكل فيجر 2 نفسه مخطط الشبكة العصبية اللي تم إنشائها بماتلاب. هلا لو رجعنا للنتيجة وقارناها بالنتائج الموجودة كمان بآخر البيبر بنلاحظ تقريبا
مشابهة لها، بس طبعا ما راح تكون مطابقة لها لأنه داتا سيت مختلفة الاستخدام. والسلام عليكم.